لا تقبل منه الايه؟ كفارة. فالمسلم ينتهي زهاره ويتوقف زهاره بانه يخرج الكفارة او يؤدي الكفارة، وبالتالي يبقى حرام مؤقت بالكفارة. تالي الذمي كيف يكفر عن هذا اليمين؟ ليس عنده ايه؟ لا تقبل منه كفارة، اذا التحريم عنده مؤقت. فهذا لا يصح هذا القياس. واضح هذا المعنى؟ بعض العلماء يقول يصح القياس بطريقة اخرى، لكن بهذه الطريقة لا يصح. فهمنا يا بنات؟ فهمت يا حسنى؟ في مشكلة ولا فهمتي؟ أرجو ممن لا يفهم أو ممن لا تفهم أن تقول ما فهمت، وأنا أعيد مرة أخرى. خلاص واضح هذا المعنى؟ فإحنا قلنا زهار المسلم ده الأصل حكمه حرام مؤقت. مؤقت بماذا؟ بإخراج الكفارة، صيام شهرين أو كذا، أو إطعام 60 مسكين أو كما جاء في سورة المجادلة. واضح هذا المعنى؟ طب زهار الذمي يقاس عليه؟ قالوا لا يقاس عليه. ليه؟ لأن حكمه حرام مؤبد. لماذا هو مؤبد؟ لأنه لا تقبل منه الكفارة، لا تقبل منه الايه؟ واضح هذا المعنى؟ نقرأ النص، نقرأ من الكتاب بالنص. يقول ألا يتغير في الفرع حكم الأصل. طب هنا الحكم تغير ولا لا؟ هذا هو الشرط، ألا يتغير الحكم. تغير الحكم، هنا حرام مؤبد، هنا حرام مؤبد، فالحكم تغير. فالحكم ايه؟ تغير. ألا يتغير في الفرع حكم الأصل، فلا يجيز الحنفية قياس زهار الذمي على زهار المسلم في حرمة العودة إلى الاستمتاع بامرأته التي ظهر منها، لأن التحريم في الأصل مؤقت. اللي هو في زهار الايه؟ في زهار المسلم. تحريم في زهار المسلم مؤقت، وهو زهار المسلم مؤقت ينتهي ايه؟ بالكفارة، كما في آيات الزهار في أوائل سورة المجادلة. أما التحريم في الفرع اللي هو زهار الذمي مؤبد. لماذا هو مؤبد؟ لأن الكافر ليس بأهل للكفارة، ليس بأهل للإيه؟ لأن الكفارة عبادة، أو يترجح فيها معنى العبادة. فهل يقبل من الكافر عبادة؟ احنا قلنا الكفارة عبادة أو فيها معنى العبادة. الكفارة عبادة أو فيها معنى العبادة، فهل تقبل العبادة من الكافر؟ لا. إذن التحريم عنده مؤبد. إذن التحريم عنده إيه؟ لأن التحريم هذا لا ينتهي إلا بالكفارة، ولا تقبل منه كفارة. واضح هذا؟ ويقصد به التطهير، والكافر ليس بأهل لأداء العبادة حال كفره، لأن أعماله حبطت في الدنيا والآخرة، فيكون ظهار الذمي باطلا عند الإيه؟ الحنفية. ده عند الأحناف. هذا القياس عند الأحناف غير صحيح. طب عند الشافعية قالوا يصح. هذا القياس صح وصحيح عند الشافعية، لأن الكافر يتمكن من الإطعام أو الإعتاق أحد خصال الكفارة. قالوا مش الكفارة دي إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو إعتاق؟ يا بنات اسمعوا معي، الشافعية قالوا يصح هذا القياس. لماذا يصح؟ قالوا لأن الكفارة تقبل من الذمي. كيف تقبل الكفارة؟ إما صيام، وهذا لا يصح في حق الذمي، لا يقبل منه الصيام، وإما إطعام أو إعتاق، والإطعام والإعتاق يقدر عليهما من الذمي، وبالتالي هذا عند الشافعية صحيح. واضح هذا المعنى؟ يبقى نأخذ برأي الأحناف حتى نشرح به الإيه؟ الشرط. يبقى الشرط ألا يتغير حكم الفرع عن الأصل. ليه يا مولانا؟ زي إيه؟ زي هذه المسألة. قالوا زهار المسلم حكمه حرام مؤقت. طب زهار الذمي يقاس عليه؟ قالوا لا يقاس عليه. لماذا؟ لأن حرام تحريمه مؤبد. لماذا هو مؤبد؟ لأنه الكفارة إما عبادة أو فيها معنى العبادة، وبالتالي لا تقبل الكفارة من الكافر، لأنه لا تقبل منه عبادة، لا تقبل منه. هذا عند الأحناف. الشافعية قالوا لا يشترط أن تكون صيام فقط، ممكن يعتق وممكن إيه؟ يطعم، وهذا يقبل منه خلاص، وبالتالي يعود لزوجته. واضح هذا المعنى؟ ننتقل للشرط الثالث. في مشكل؟ في مشكل؟ ما فيش مشكل الحمد لله. رقم ثلاثة، ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل. ده أخذناه، هذا الشرط موجود في الأصل أيضا. قالوا تقدم حكم الأصل على حكم الفرع، فهنا يقول حتى يكون القياس صحيح لا يتقدم الفرع على الأصل، يعني بيكرر نفس الإيه؟ يكرر نفس الشرط. واضح؟ كما قلنا ايه؟ لا نقيس الوضوء على التيمم، لان الوضوء سابق والتيمم متاخر، فلا نعكس المساله، نقيس التيمم على الوضوء، ولكن العكس غير صحيح. العكس غير ايه؟ صحيح. رقم اربعه، الا يكون في الفرع نص او اجماع يدل على حكم مخالف للقياس. واصلا احنا قلنا ايضا انه لو ورد نص في الفرع فلا حاجه للقياس، مش احنا قلنا ذلك؟ ويعتبر تكرار ايضا. لو عندنا نص في الفرع فلماذا القياس؟
لو عندنا نص في الفرع، فلماذا قياس؟ نحن نقيس المسائل التي لا نص فيها، التي لا نص إيه؟ لعلة مشتركة. فإذا وجد نص في الفرع فلا حاجة للقياس أصلا، فلا حاجة للقياس إيه؟ أصلا. نقرأ هذا بالنص هكذا: ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس، لأن القياس يكون حينئذ مصادما للنص. مصادما يعني إيه؟ متعارض مع النص، خلاص كده؟ أو الإجماع. ويقال للقياس الذي يصادم النص أو الإجماع قياس فاسد الاعتبار. يبقى إذا وجدنا قياسا، يا شباب يا بنات، إذا وجدنا قياسا تعارض مع نص أو إجماع يكون هي قياس إيه؟ فاسد الاعتبار، يسمى هكذا. يبقى نعرف هذا المصطلح. ما هو القياس الفاسد الاعتبار؟ هو الذي يتعارض مع النص أو الإجماع. طب ما هو القياس مع الفارق؟ اختلاف العلة بين الأصل والفرع. يبقى نقول قياس مع الفارق أنت إذا اختلفت العلة بين الأصل والفرع. ماذا نقول اختلاف فاسد الاعتبار؟ إذا تعارض القياس مع النص. واضح هذا المعنى؟ واضح يا نور؟ فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل. لأشهر حد على السبب رأيه لفاسد الاعتبار هذا. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كفارة القتل، كفارة الايه؟ الانسان لو قتل انسان خطأ، ما الكفارة؟ عتق رقبة. عتق ايه؟ رقبة مؤمنة ولا رقبة بس؟ رقبة. طب هنشوف عتق رقبة مؤمنة ولا لا؟ نشوف المؤمنة فين؟ في القتل ولا في حاجة تانية؟ يبقى فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل. عتق رقبة مؤمنة في القتل، عتق رقبة إيه؟ مؤمنة. واضح هذا المعنى؟ طب كفارة اليمين فيها إيه؟ عتق رقبة فقط. عتق إيه؟ رقبة فقط. النص قال عتق رقبة، فقال لا يصح أن نقول هنا في كفارة اليمين أن يجب أن تكون الرقبة مؤمنة قياسا على كفارة القتل. ليه؟ قال لأن النص قال رقبة فقط. قال النص قال رقبة فقط، فلا يصح أن نقيس مع وجود النص. فلو قيسنا مع وجود النص نقول هذا قياس فاسد لاعتبار، لأن النص في كفارة اليمين قال فعتق رقبة، لم يقل مؤمنة، لم يقل إيه؟ مؤمنة. لكن علماء الأصول في علماء يقولون إيه؟ هذا من باب تقييد المطلق، تقييد إيه؟ لكن عند الأحناف لا يصح، عند غيرهم هذا من باب تقييد المطلق، من باب تقييد. واضح هذا المعنى؟ كفارة اليمين. أيوة، نقول في كفارة اليمين هو القرآن قال فعتق رقبة، فعتق إيه؟ في كفارة القتل قال رقبة مؤمنة. الأحناف قالوا لا يصح أن نقول يجب أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل. لماذا لا يصح؟ قال لأن هذا فيها نص، والنص قال رقبة فقط، فلو قسنا وكانت النتيجة متعارضة مع النص يسمى قياس فاسد، قياس فاسد الاعتبار. لكن غير الأحناف قالوا هذا من باب تقييد المطلق، من باب تقييد الايه؟ هنا ربنا اطلق وهنا قيد، والقران يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه ايه؟ واضح هذا المعنى؟ الا يكون في الفرع نص او اجماع يدل على حكم مخالف للقياس، لان القياس يكون حينئذ مخالفا للنص او الاجماع، ويقال للقياس الذي يصادم النص او الاجماع قياس فاسد لاعتبار. فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل، لأن اشتراطه يخالف إطلاق النص القرآني في اليمين. في اليمين إيه اللي حصل؟ ربنا قال فعتق رقبة، لم يقل مؤمنة. فلو اشترطنا أن تكون مؤمنة قياسا على القتل نكون قد تعارضنا مع النص الايه؟ القرآني، فيكون القياس فاسد لاعتبار. هذا عند من؟ عند الأحناف. عند الايه؟ الأحناف.
ولفظ الرقبه هنا مطلق لا يشترط فيه ان تكون مؤمنه بخلاف النص الوارد في كفاره القتل. هذا الكلام واضح في الايه؟ في الكتاب. ولا يصح عند العلماء مثال اخر جواز ترك الصلاه في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر، ويعد القياس باطلا لان العلماء اجمعوا على ان الصلاه لا يحل تركها في السفر. يعني ايه الكلام ده؟ واحد يقول ايه؟ وهو مسافر يقول لا اصلي، يقول ايه؟ ما هي نور هذا المثال؟ واحد وهو في السفر مسافر من هنا الى الاسكندريه رايح المصيف او شرم الشيخ او غيره، فيقول انا اسافر مسافه طويله تتعدى مسافه القصر، فبالتالي هو في رمضان يقول لا يرخص لي في الفطر، يرخص لي في الايه؟ لان ربنا قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدته من ايام اخرى لا يصوم يعني، وبالتالي يقول كذلك لا اصلي. لماذا لا تصلي؟ اقول قياسا على الصيام، قياسا على الصيام، قياسا على الصيام. هذا القياس قال مخالف للاجماع، مخالف للايه؟ احنا قلنا في التالي مخالف للنص، احنا قلنا لابد الا يخالف نص او اجماع. الاجماع ايه؟ اجماعت الامه على انه لا يجوز ترك الصلاه في السفر. اجماعت الامه على انه لا يجوز ترك الصيام في الصلاه في السفر، وبالتالي لو ان انسان قال وانا مسافر لا اصلي قياسا على ان المسافر لا يصوم نقول هذا قياس فاسد باعتبار انه تعارض مع الاجماع، تعارض مع الايه؟ حيث اجمعت الامه على انه لا يجوز للمسلم ان يترك الصلاه فين؟ في السفر. واضح هذا المعنى؟ وبالتالي نكون قد انتهينا من شروط الاصل وشروط الفرع وشروط حكم الايه؟ الاصل، شروط الاصل وحكم الاصل والفرع. نبدا الان في شروط العله، نشرحها ولا نتوقف عندها؟ نتوقف. شبعتم؟ شبعتم جدا؟ خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نبدا في المره القادمه ان شاء الله مع شروط العله، شروط الايه؟ العله. ان شاء الله. ان شاء الله. أغلق هذا يا رجل. هل من سؤال؟ فهمتم شيئا؟ فهمتم أي حاجة؟ خلاص. نصلي أولا ولا عندكم موعد الآن حالا؟